بسم الله، السلام عليكم متابعينا الكرام على قناة حسام ماستر شيف. اليوم راح نديرو لكم الطبق تاعنا. هو عبارة عن طبق سهل وسريع تقدروا ديروه. نبدأ، وهي عبارة عن براوني، ميني براوني صغار، براوني صغار وما يستهلكوش بزاف. نبدأ، عندك منا زوج بيضات، مية غرام زبدة، 50 غرام فرينة، 100 غرام سكر، ومنا جوز ولا لوز ولا أي حاجة تحبوها، ومنا 100 غرام شيكولا. نبدأ. نلوحو عليها منا السكر، ضف خاطو تاعكم شيكولا، زيدوا فوقها الزبدة، حطوهم في الميكرويف حتى يذوبوا مع بعض ونوليو ليكم. بعد ما ولينا لكم راح نكملوا تاعنا الطبق. الشيكولا هاي ذابت مع الزبدة، حركوها مليح. لوحوا للفارينة. خلصنا تاعنا الخلطة، نجيبو المول باش نحطوهم. هاو المول تاعنا، نتوما جيبو اي مول اللي عندكم حطوهم كي. دوك نعطيكم الطريقة، وشعلوا الفور على درجة 180. نكونوا كملنا تاعنا الطبق، نحطهم في الفور ونوليو ليكم. وبهذا خلصنا تاعنا الطبق. خرجوا حبات باهيين وملاح هاهم. نطلب منكم جيم وابوني، متنساوش ترسلوا تاعنا الفيديوهات لاصدقائكم. ونشكر كل المشتركين معنا، والسلام عليكم.